القانوني والجمعيه العموميه. تعلن الجمعيه اللجنه المشرفه على اجتماع الجمعيه العموميه لنقابه الصحفيين بتاريخ 2 ابريل 2021 بنادي المعلمين بالجزيره اكتمال الجمعيه العموميه، حيث قام حيث قام 2432 زميل بالتسجيل بالقاهره والاسكندريه ليتم اعلان اكتمال الجمعيه العموميه الساعه 3. دلوقتي هنوقف التسجيل بعد اكتمال الجمعيه، والساعه 3 اجتماع الجمعيه العموميه. بنرجو من الزملاء حضور اجتماع الجمعيه العموميه في المكان المحدد ورا المكان الخاص بالتسجيل، ثم بعد اجتماع الجمعيه العموميه ان شاء الله تبدا عمليه التصويت. موظفين النقابه ما يتحركوش، ما حدش يمشي. التصويت والاقتراع تحت اشراف هيئه قضايا الدوله. كل الاقتراعات والتصويت والاقتراع والفلس تحت اشراف هيئه قضايا الدوله، اشراف قضائي كامل، وهم المسؤولين عن كل الاجراءات. اللجنه المشرفه لا علاقه لها الاشراف على التصويت والفلس. التصويت والفلس تحت اشراف قضائي كامل من هيئه قضايا الدوله، وهم المسؤولين عن كل الاجراءات وفق قانون الحقوق السياسيه وقانون النقابه. دلوقتي اي زميل يجي دلوقتي من حقه يطلب صوته، سواء سجل او ما سجلش. اي زميل من حقه يطلب صوته سواء سجل او ما سجلش، والتصويت هيمتد حتى الساعه 8. التصويت ممتد حتى الساعه 8. بعد الجمعيه العموميه هنعلن بدايه التصويت. الساعه 3 اجتماع الجمعيه العموميه، لو سمحتوا اتفضلوا على مكان الاجتماع.